بالفعل حازم، يعني هناك عدد من الإصابات التي تم نقلها من خلال سيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي جراء هذا القصف الإسرائيلي على منطقة السرايا ومحيط منطقة السرايا وسط مدينة غزة. وهنا نشير إلى إمعان الاحتلال الإسرائيلي في عندما يستهدف أي مبنى سكني أو أي أرض زراعية، أنه يحاول أيضا أن يضرب المناطق المحيطة والشوارع المحيطة بهذا الهدف لكي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول بحرية وبسهولة إلى هذا الاستهداف الذي تقوم به الطائرات الحربية الإسرائيلية. وهذا ما لاحظناه من خلال القصف الذي كان قبل قليل على منطقة السرايا والقصف الذي كان صباح اليوم على منطقة قيادة أو مركزية الشرطة وهي وما تعرف بالجوازات المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي قصف المقر وأيضا قصف الشوارع المحيطة لهذا الأمر. هذا القصف بهذه الطريقة سيشكل عائق أمام سيارات الإسعاف، أي أمام سيارات الدفاع المدني. الآن ونحن نتحدث نستمع إلى صوت الزوارق الحربية وهي تعيد إطلاق رشقاتها و أسلحتها النارية باتجاه شاطئ بحر غزة، يبدو أنه بالتحديد في غرب مدينة غزة. نعم. في هذه الأثناء، ولكن على أي حال هذا القصف الإسرائيلي لم يتوقف، الطائرات الحربية لم تتوقف على اختلافها، ولكن يعني أيضا كما يصلني الآن هناك قصف مدفعي على مناطق على حدود مدينة غزة. إذن قصف مدفعي جديد من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتقوم باستهداف عدد من الأهداف شرق مدينة غزة، أو عفوا نعم شرق مدينة غزة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. هذا الأمر، إذن الاحتلال الإسرائيلي يدخل المدفعية في طبيعة الاستهدافات كما أدخل سابقا الزوارق الحربية والطائرات الحربية على اختلافها. كل السبل عند الاحتلال الإسرائيلي باتت واضحة، استهدافاته للأهداف المختلفة داخل قطاع غزة هي أيضا تزيد من وطأة هذه الاعتداءات، وأيضا استهداف للشوارع المحيطة بكل الأهداف من شأنه أن يعيق العمل ويزيد من صعوبة الوصول إلى المصابين أو انتشال الجثامين أو الأشلاء إذا كان هناك أشلاء في هذه أو في هذا القصف الذي كان قبل قليل مثلا على منطقة السرايا. نتحدث عن 5 صواريخ كانت بدفعة واحدة في تلك المنطقة. سيارات الإسعاف ومن خلال تواصلي قبل قليل مع أحد ضباط الإسعاف الذين توجهوا إلى السرايا قال لي بأن هناك صعوبة للوصول ومعرفة إذا ما كان هناك إصابات، ولكن بعد فترة من الزمن قاموا بالوصول إلى عدد من هذه الإصابات وتم نقلها إلى مجمع الشفاء الطبي بسيارات الإسعاف. يعني الآن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد صالح العاروري يصرح ويقول نحن جميعا مشاريع شهادة ونسأل الله أن يختم لنا بالشهادة، ويقول بأن لا يظن المحتل أنه باستشهاد القادة يمكن أن يضعفنا ومسيرة المقاومة مستمرة ومتعاضمة، وهذا يعني أنه ربما الساعات القادمة القريبة لن تحمل أي حلول لهذا التصعيد أو الوصول إلى نقطة التقاء يتم من خلالها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي ووقف إطلاق النار والدخول إلى هدنة. كل التصريحات تشير إلى أن الهدنة ورغم كافة الوساطات التي بدأت منذ اللحظة الأولى لم تنجح هذه حتى هذه اللحظة. الآن استهداف جديد من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى وزارة المالية في قطاع غزة،
طائرة الاستطلاع في هذه اللحظات تستهدف مبنى وزارة المالية في قطاع غزة. يبدو أن بعد قليل سيكون هناك استهداف من الطائرات الحربية الثقيلة مثلا F-16 لهذا المبنى، كما حدث مع باقي المباني التي تم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.